السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن مقارنة ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية، بنختم بها كلامنا عن تركيب الخلية بشكل عام. فهنقارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. دي قدامنا دي خلية حيوانية ودي خلية نباتية. الخلية الحيوانية والنباتية طبعا هو تقريبا فيهم نفس التركيبات، ولكن الاختلاف في اللي احنا هنقوله دلوقتي. اول حاجة جدار الخلية، طبعا هما الاثنين مشتركين في غشاء بلازمي هنا او هنا في الخلية النباتية، لكن الخلية النباتية بتتميز بوجود جدار خلوي، طبعا ده غير موجود هنا في الخلية الحيوانية. رقم اثنين، بنلاقي عندنا في تركيبات اللي هي البلاستيدات بتكون موجودة بالشكل ده كده، ده عبارة عن بلاستيدات، دي بتكون موجودة في الخلية النباتية لكن مش موجودة هنا في الخلية الحيوانية. كمان بنلاقي في أجسام مركزية موجودة بجوار النواة في الخلية الحيوانية، موجودة هنا كده، دي أجسام مركزية، وفي الخلية النباتية لا تحتوي على أجسام مركزية. كمان بنلاقي من حيث الفجوات بتكون في فجوات هنا عديدة وصغيرة في الحجم، أما هنا بتكون كبيرة في الحجم في الخلية النباتية. زائد في فرق في المقارنة بين خلية حيوانية نباتية، فرق أساسي قوي اللي هو موقع النواة. فالنواة في الخلية الحيوانية توجد في منتصف الخلية الحيوانية، أما في الخلية النباتية فيتوجد في الطرف. فهي النواة وسطية في الخلية الحيوانية هنا في الوسط، أما في الخلية النباتية فتوجد في الطرف. وعشان نلخص الكلام ده، المقارنة بين الخلية الحيوانية النباتية، هنلخصها في الجدول الآتي. آدي عندي الخلية الحيوانية وآدي الخلية النباتية. واحد، رقم واحد النواة. طبعا الخلايا الحيوانية والنباتية فيهم نواة، ولكن من حيث موقع النواة. موقع النواة، النواة هنا مركزية توجد في منتصف الخلية، ده لو كانت خلية حيوانية، أما بتكون طرفية لو كانت خلية نباتية. رقم اثنين جدار الخلوي، طبعا الجدار الخلوي ده بتتميز بيه الخلية النباتية، فهو موجود هنا وغير موجود في الخلية الحيوانية. الجسم المركزي برضو موجود في الخلية الحيوانية ولا يوجد فين في الخلية النباتية. الفجوة العصارية طبعا بتكون صغيرة ومتعددة في الخلية الحيوانية، وبتكون واحدة وكبيرة في الخلية النباتية. دي رقم، دي ثلاثة ودي أربعة. رقم خمسة والأخيرة هو البلاستيدات. فالبلاستيدات لا توجد بلاستيدات في الخلية الحيوانية، وده اللي احنا عارفينه، أما في الخلية النباتية فتوجد بلاستيدات ولها ثلاث أنواع كما ذكرناها في السابق. يبقى ده شكل بين، أو دي مقارنة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية متمثلة في اللي هو أوجه المقارنة دي. النواة هنا مركزية، النواة هنا طرفية، الجدار الخلوي هنا موجود في الخلية الحيوانية والنباتية ولا يوجد في الخلية النباتية الحيوانية، والجسم المركزي يوجد في الخلية الحيوانية لا يوجد في الخلية النباتية، الفجوة العصارية صغيرة ومتعددة في الخلية الحيوانية وواحدة وكبيرة في الخلية النباتية، أخيرا البلاستيدات توجد في النبات ولا توجد في الحيوان بلاستيدات. وهنشوف مع بعض فيديو يوضح المقارنة بين الخلية الحيوانية والنباتية. السلام عليكم. هنتكلم عن الفروق الأساسية بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. فهنجد ان الفرق الأولاني هو النواة. فالنواة في الخلية الحيوانية بتكون موجودة في المنتصف زي ما احنا شايفين، وفي الخلية النباتية بتكون النواة طرفية. يبقى اذا هي بتكون النواة مركزية في الخلية الحيوانية وبتكون طرفية في الخلية النباتية. ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني البلاستيدات. البلاستيدات الخضراء بتكون موجودة بشكل عام، أيا كان نوع البلاستيدة، خضراء أو ملونة أو عظيمة، بتكون موجودة في الخلية النباتية موجودة بالشكل ده، أما في الخلية الحيوانية فلا يوجد بلاستيدات. إذن هنا في الحيوانية لا يوجد بلاستيدات والخلية النباتية يوجد بلاستيدات. الفرق رقم ثلاثة هو الأجسام المركزية. بنلاقي هنا بجوار النواة في الخلية الحيوانية في أجسام مركزية، وطبعا لها دور كبير جدا في الانقسام بتاع الخلية، أما هنا لا يوجد أجسام مركزية. يبقى هنا في الخلية الحيوانية في أجسام مركزية وفي الخلية النباتية لا يوجد أجسام مركزية. بعد كده الفجوات، بنلاقي في النبات بنلاقي فيه فجوة كبيرة، واحدة وكبيرة، ده في النبات الخلية النباتية،
أما في الخلايا الحيوانية بتكون صغيرة ومتعددة زي ما احنا شايفين، بتكون صغيرة أكتر من فهوة ولكن حجمها صغير بالمقارنة بالنباتية الكبيرة. حاجة أخيرة اللي هو الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده جدار موجود فوق الجدار أو الغشاء البلازمي، فهنا في غشاء بلازمي في الخلايا الحيوانية وهنا في غشاء بلازمي. أما الجدار الخلوي يوجد فقط أهو، هو ده اللي بنشاور عليه، ده هو ده موجود في الخلية النباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية. يبقى دي الفروق الأساسية، البلاستيدات موجودة في النباتية لا توجد في الحيوانية، الجدار الخلوي موجود في النباتية ولا يوجد في الحيوانية، الفجوة بتكون كبيرة زي ما اتكلمنا ولا توجد هنا، بتكون صغيرة ومتعددة، والنواة بتكون في المنتصف في الخلية الحيوانية وبتكون طرفية في الخلية دي اللي هي النباتية. ودي الفروق الأساسية بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية.